معلش يا فندم، كنت بوصل شيماء البيت وجيت على طول، بس انا ما لقيتش يافطة الجريدة تحت. خير في ايه؟ شوف يا شريف، احنا شكلنا كده مش هنعرف نكمل. الجريدة عاملة ازعاج كبير اوي. النهاردة استدعوني، كان ناقص 13 اللي بليلة. لا اله الا الله، احنا ماشيين على قشر بيض وبنحسس على كل كلمة بنكتبها، هنعمل ايه اكتر من كده دلوقتي؟ هو مش عاوزك كده، هو عاوزك اللي يمليهولك تكتبه. المرحلة اللي جاية ما عادتش مرحلة الصحافة الخاصة، مرحلة لسان المخابرات. اللي عايز يستمر يبقى لسان المخابرات.